بهذه الطوابير الطويلة يتلخص جزء من المعاناة التي يتعرض لها أبناء مدينة تعز بسبب الحصار والحرب. انعدام الغاز المنزلي في المحافظة وصعوبة الحصول عليه أمر ضعف من صعوبة الوضع المعيشي. أزمة غاز قبل 3 أيام فقط البابور قال اللي هي ب 2500 واختفى بعدين، لأن الآن أسبوع ما مش موجود نهائيا. ما بين وكالات الغاز ونقاط البيع يتنقل المواطنون بحثا عن اسطوانة غاز ولو بثمن باهظ، بعد أن أعلن عن تثبيت سعره إلى النصف من قيمته السابقة وقدرت ب 2500 ريال من قبل وكيل وزارة النفط الذي زار المحافظة واتفق مع وكلاء شركة النفط. كان متوفر يعني 100%، والآن قالوا ب 2500 جلس يومين وذا الحين ما فيش، أعدموا علينا خالص ما فيش بالمنطقة حتى دبقات. تروح تقري لبرباشة وترجع لقول سنان ما فيش. مادة الغاز متوقفة عن محافظة تعز بشكل تام، والوكلاء الذين هم يمونون محافظة تعز ومديريات محافظة تعز موقفين بشكل عام ومغلقين المحلات والمواطنين أمام المحلات وفي كل الشوارع يبحثون عن الدب الغاز، والدب الغاز لا وجود لها في السوق. على الجانب الآخر ينفذ وكلاء الغاز وقفاتهم الاحتجاجية المنددة بعدم توفر مادة الغاز ونقص الكمية المحددة للمدينة ما نسبته النصف، وهو الأمر ذاته الذي يجد الوكلاء صعوبة في توفيره للسكان كما يقولون، بالإضافة إلى الانتشار الواسع للنقاط على مداخل المدينة وفرض الجبايات، وهو سبب آخر لرفع أسعار مادة الغاز وعدم توفره بصورة منتظمة. أزمة الغاز الهاجس الذي أرق الأهالي هنا بعد أن أصبح الحصول على اسطوانة واحدة مهمة معقدة، وهو ما يترك تساؤلات عدة أهمها: هل ستعمل الحكومة على حل هذه الأزمة أم أن تدهور الوضع الاقتصادي سيظل السمة البارزة في هذه المدينة؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.